الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحت الكائنات بحمده، وعنت الوجوه لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الدقائق القليلة، وإن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، في هذه الدقائق المحدودة أحدثكم عن أعظم نعمة ينعم الله بها على عباده. خمن، الصحة؟ لا. الطعام والشراب؟ لا. الأمن؟ لسه. أعظم نعمة ينعم الله بها على عبد من عباده نعمة الهداية. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. إن هدى الله هو الهدى، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. في حديث خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم عن ربه وهو يعدد نعمه، صدرها بقوله: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فقدم نعمته الهداية على الطعام والشراب والشفاء، لأنها أم النعم كلها، وهي منحة إلهية بحتة، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن قصد بها التوفيق لقبول الهدى، أما هداية البيان والإرشاد فهذه مبذولة للناس جميعا، وقام بها أنبياء الله، وقام بها على أثرهم أتباعهم الذين يأمرون بالقسط من الناس. إن الله جل جلاله هدى عباده بميثاق الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم بميثاق الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن رحمته أنه لا يعذب بميثاق الفطرة، إنما يعذب بميثاق الرسل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الهداية بمعنى البيان مبذولة لكل الناس. وأما ثمود فهديناهم، بينا لهم، فاستحبوا العمى على الهدى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. فالهداية بهذا المعنى مبذولة للناس جميعا. أما هداية التوفيق لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، اصطفاء من الله جل جلاله، قدر بحت. لا تظن اهتداءك إنجازا شخصيا لك، لا تظن ثباتك على الحق في هذا الأمواج المتلاطمة من الفتن، لا تحسب أنها إنجازا شخصيا لك. لقد قال الله لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. المخاطب النبي محمد، الله يقول له: ولولا أن ثبتناك. فلا تظن الثبات إنجازا شخصيا لك بعد أن قال الله لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يبذل هداية التوفيق لعمه أبي طالب
وقفة مع هذا المشهد. لقد تفتح وعي النبي على محبته والتعلق به، فهو عمه صنو أبيه الذي كفله بعد موت عبد المطلب الذي قال لأبي طالب: أوصيك يا عبد مناف بعدي بمفرد بعد أبيه فردي، بابن الذي غيبته في اللحد فأنت من أرجى بني عندي. وحفظ أبو طالب وصية أبيه عبد المطلب، ونشأ نبينا متعلقا به، أخذه معه وهو غلام في تجارته إلى الشام في وقت ما كان الأطفال يتحملون مثل هذه الأسفار، لكنه أخذ معه لتعلقه به، لتعلق الصبي بعمه صنو أبيه، ولتعلق أبي طالب بابن أخيه. ثم عبر نبينا مراحل عمره الميمون المبارك، وبعث نبيا، واجتهد في دعوة عمه أبي طالب، واستبسل أبو طالب في الدفاع عنه وفي نصرته، وأعلن هذا على الملأ: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل. لكن لسه الهداية قدر، اصطفاء من الله. مرت 10 سنوات من عمر البعثة، 50 سنة في عمر النبي محمد، 85 سنة في عمر أبي طالب، ورقد على فراش الموت. ثم ذهب النبي إليه وهو يسابق الموت الذي يقرأه في وجهه: يا عماه قلها كلمة أحاج لك بها عند الله، أنت أعظم الناس علي حقا وأحسن الناس عندي يدا. وحوله أخواله من بني مخزوم في حصار عاطفي كحرب العصابات: أبو جهل، عبد الله بن أبي أمية، المسيب ابن حزن. يا أبا طالب، أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ويظل نبينا قاصدا إلى هدفه، لا يدخل في شغب مع هؤلاء المشاغبين. يا عماه يا عماه، يسابق الموت، يسابق أنفاسه الأخيرة. لكن لم تسبق له من الله الحسنى، غلبت عليه شقوته، فكان آخر ما قال إنه على ملة الأشياخ، على ملة عبد المطلب. وقف نبينا محزونا مغموما مهموما، فقال كأنه يخاطبه، كأنه لا يزال على قيد الحياة: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أنزل الله تعزية لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم أغفى الزمن إغفاءه، 10 سنوات في عمر الزمن كأنها سنة من النوم. جاء نصر الله والفتح وفتحت مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا. جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة لكي يبايع النبي على الإسلام، فمد يدا معروقة، تعرفين معنى معروقة؟ يعني آثار الزمن، بصمات السين عليها، العروق ظاهرة، معروقة الناحلة شاحبة مضطربة، لكي يضعها في يد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبايعه على الإسلام. فانفجر أبو بكر باكيا: ما يبكيك يا أبا بكر؟ اليوم يوم فتح ويوم إسلام أبيك، ما في أجمل من هذا المشهد. قال: والله يا رسول الله، لكم وددت أن اليد التي تمتد تبايعك الآن على الإسلام أن تكون يد أبي طالب، لأني أعلم أن إسلام أبي طالب كان أحب إليك من إسلام أبي، ألتمس بذلك قرة عينك يا رسول الله. يعني لا شك أننا كلنا جميعا كنا نتمنى لو امتد الزمن بأبي طالب لكي يرى ابن أخيه وقد فتح الله له مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، لعل هذا كان ينشرح به صدره،
لكن مرة أخرى لم تسبق له من الله الحسنى سلوى وتعزية. لكل من كدح مع قريم له ولم ينجح، حاول نبينا مع عمه أبي طالب ولم تكتب لعمه الهداية، حاولها إبراهيم مع أبيه ولم تكتب له الهداية، حاولها نوح مع ابنه ولم تكتب له الهداية. حتى تعلم سر، أنت في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، كل ركعة فرضا أو نفلا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بكل حسابات البشر كان أولى الناس بالإسلام أبو طالب، عاش مع النبي يوم بيوم، لحظة بلحظة، شهد صدقه، شهد أمانته، تحمل معه من جنس ما تحمل المؤمنون الصادقون. لكن كل هذا لم تسبق له من الله الحسنى، غلبت عليه شقوته، فكان آخر ما قال إنه على ملة الأشياخ حتى نلهج في دعائنا دائما اهدنا الصراط المستقيم. نذكر نعمة الهداية، واذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ودعاء الحسن القنوت اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. After praising Allah Azza wa Jal and sending the peace and blessings upon his beloved messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the Imam said, O followers of Muhammad, in these short minutes we have together, because it's sunnah for the khutbah to be shortened, he wanted to talk about one of the greatest blessings one can be given by Allah subhanahu wa ta'ala. It's not the blessing of health or wealth or the affairs of the world, but is the blessings of iman, of guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah, he says in a hadith Qudsi, all of you are in misguidance except whom I choose to guide. So seek guidance from me and I will guide you. This is the guidance of tawfiq, that nobody, no prophet, no angel, no relative can control except from Allah subhanahu wa ta'ala. It's the guidance of his divine decree, whom he chooses to be guided. It doesn't matter if you think you're so righteous or you're so good or you earned it. No, it's a gift from Allah subhanahu wa ta'ala that he chose you to be a believer. Allah subhanahu wa ta'ala, he sent the prophets for teaching us this guidance. And this is the guidance of irshad, which is something the prophets have the duty of, or those who call to Islam have the duty of. But to be guided is the gift from Allah solely. And if Allah subhanahu wa ta'ala wants good for a servant, he guides him. And you, to show the point that guidance is only from Allah subhanahu wa ta'ala, he mentioned the story of Abu Talib, the uncle of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And his uncle and him were very close. He loved his uncle so much and his uncle loved him so much. When he was an orphan, his father died and his grandfather died, they left the responsibility for Abu Talib to take care of him. Even when he was a child, he would take him to Syria for business matters, even it was not normal for the Arabs to do so. But he would take the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with him because he loved him so much and he wanted to be close to him. So even his uncle, after witnessing him for 10 years and knowing he is the truthful one, he doesn't lie, and seeing his good character, after 10 years of da'wah, he was on his deathbed. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam came to him because he loved him so much. And he's saying, oh my uncle, say the shahada so I can be a witness for you. Oh my uncle, say the shahada so you can be successful. But the disbelievers were with his uncle and telling him, are you going to leave the religion of your forefathers? And at the last breath, he said, I am upon the religion of my forefathers, and he died in disbelief. And it was very hard for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but it shows us that the guidance is from Allah subhanahu wa ta'ala. Even after this, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I will seek forgiveness for my uncle
until I am forbidden from doing so. And then Allah subhanahu wa ta'ala sent down the ayah saying that it is not befitting for the Prophet to seek forgiveness for those who are disbelievers. And he had to stop. So even after 10 years and giving da'wah and calling his uncle, he could not control guiding his uncle. Ibrahim, the Prophet alayhi salam, he could not control guiding his father who also died upon other than Islam. Nuh alayhi salam, he cannot control guiding his son to Islam. So this is the Shaykh showing us that guidance is solely from the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And that's why in every single rak'ah we ask Allah, Hidina sirat al-mustaqim. Allah, guide us to the straight path. Because this is a blessing we never want to lose. Allah, if you ask Him for more guidance, He increases you in guidance. And that's why in the du'as, Allah in the Quran, He tells us to be patient with the guidance and to continue asking for guidance. And in the du'a in Qanut, we ask, O Allah, guide us amongst those whom You have guided. So guidance is the greatest blessing that we continue to ask for. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين اللهم أبلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.